السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من قناة تعليم تكاثر نباتات الزينة. إن شاء الله معانا فيديو النهاردة لكل عشاق الورد الجوري. ما هو أصل الورد الجوري؟ أصل الورد الجوري اللي هو نسر الورد زي ما واضح معايا كده، بيتم عملية القص العقل في بداية شهر 12، يعني في بداية شهر ديسمبر، وهنوريكم كيفية القص وطرق الزراعة وموعد التطعيم. بعد القص يتم زراعة العقل في التربة الطينية في الأرض، أو ممكن تزرعها في السيس، وبعد ما النبات ما بيشتغل معايا بتتم عليه التطعيم. يعني بعد ما النبات يشتغل معايا بالطريقة اللي واضح معايا كده ديت، بتتم عملية التطعيم في منتصف شهر 1، وهنوريكم كيفية القص وطرق الزراعة وموعد المناسب في عملية التطعيم. طريقة القص، ادي النبات معايا اهوت، بكعب من تحت كده، من تحت البرعم الاولاني ده، او النن الاولاني ده اللي بنسميه برعم او نن، على مسافة 30 سنتي. لازم ان تكون العقلية معايا 30 سنتي، علشان انا بنزل تلت العقلية في التربة. زي ما واضح معايا كده، ادي طريقة زراعة اصل نسر الورد. زي ما واضح معايا كده، المسافة اللي احنا بنزرع عليها بنزرع اقل مسافة اللي هي على سنتي. لو احنا بنزرع كميات كبيرة بنزرع على سنتي، يعني مثلا بنزرع 100 ألف 200 ألف، بنزرع على سنتي علشان الكمية. انما لو بنزرع كمية بسيطة عندك، ازرع مسافة اقل حاجة 2 ل 3 سنتي، زي ما واضح معايا كده، عشان لما تيجي تطعم تعرف تطعم. طريقة الزراعة، بزرع بعد ري التربة على طول، وفي حالة ان من التربة عندي رطبة بزرع الناشو، وبعد كده هيتم الري، لان التربة عندي رطبة اهيت، هزرع على طول وبعد كده بتتم عملية الري. انما في ناس بتزرع، لو بتزرع كميات كبيرة بيتم ري الارض مباشرة، وعند جفاف التربة بيتم الزراعة. زي ما واضح معايا كده، ادي العقلية اهي، يعني انا بغرز تلت العقلاية تحت في التربة بتاعتي. طرق الرعاية والطرق الاهتمام بنبات نسر الورد، يتم الري عند جفاف التربة بمقدار 5 سنتي. بعد الانتهاء من عملية الزراعة بستخدم سوبر وكبريت، بطهر بيه الأرض للحفاظ على نسر الورد من الندوة، لأن النسر بيتأثر جدا من الندوة، علشان كده بحط عليه كبريت وسوبر للحفاظ عليه من الندوات الموجودة في الجو أو ندوة التربة بتاعتنا. وبعد ما النبات يشتغل معايا في التربة الزراعية، هنوريكم كيفية تطعيم النبات بطريقة سهلة وبسيطة. انتظروني في فيديو قادم من قناة تعليم تكاثر نباتات الزينة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.